أينما كنتم طابت ليلتكم بكل خير، مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام عبر برنامجكم الملعب، البرنامج اليومي الذي يتابع ويواكب آخر مستجدات الرياضة السعودية. البداية كالمعتاد بالعناوين، وفي هذا المساء سنتابع: بعد استقباله للاتحاد الأمير محمد بن فهد يتحدث للملعب ويطالب لاعب المنتخب السعودي بتحمل المسؤولية. أسوأ تصنيف، المنتخب السعودي يتراجع ويقترب من المئة. الأخضر الأولمبي يتعثر بالتعادل أمام قطر. الانضباط تغرم الأهلي والنصر بسبب الجماهير. واللائحة تحذر المرة الثالثة مباراة الأهلي دون جمهور في أول عقوبة من نوعها، تغريم ماجد المرشدي ومحمد نامي بسبب الإعلام. وغدا على الرياضية نقل تاريخي، 7 مباريات على الهواء. أهلا بكم، كانت هذه العناوين في التفاصيل. سنتابع الكثير من الأخبار الرياضية لهذا المساء والكثير من الأحداث الرياضية التي سنواكبها، لكن في المستهل اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين معي هنا في الرياض. مسلي المعمر وهو الكاتب الرياضي المعروف، أهلا وسهلا، سعداء بتواجدك معنا لأول مرة في الملعب. أهلا وسهلا، وأمسي عليك أخوي رجاء وعلى زميلنا سامي القرشي وعلى جميع المشاهدين. أتمنى أن نقدم ما يليق بالبرنامج وما يليق بمشاهدين الكرام. نعمل هذا على أي حال عبر الأقمار الصناعية. ورحب من جدة بسامي القرشي الكاتب الرياضي المعروف، أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير أخوي رجاء، أمسي عليك بالخير وعلى زميلنا العزيز مسلي وعلى مشاهدين القناة السعودية الرياضية. على أي حال في أول الأخبار لهذا المساء، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم في مكتبه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ محمد بن داخل الجهني وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الاتحادية الذين كانوا قد تحدثوا لأمير المنطقة الشرقية عن كثير من الجوانب التي ينتظر أن تكون الإدارة الاتحادية قد أعدتها في رزنامة برامجها في المرحلة المقبلة. الملعب كان قد تواجد في هذا الاستقبال وخصه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بحديث تحدث فيه عن جوانب رياضية عديدة وعن هذا الاستقبال وعن الميول الرياضية. نتابع ماذا قال. مشاهدي الكرام، صرنا نلتقي بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية. سمو الأمير كما عودتنا دائما بصراحة دائما استقبالات الأندية المنطقة الشرقية من الدرجة الأولى للدرجة الثانية والممتازة، وهذا دليل دعم سموك لأندية المنطقة الشرقية. ولكن اليوم نشاهد تواجد أعضاء نادي الاتحاد في مكتب سموك واستقبالك لهم، كيف ترى هذه المناسبة؟ أولا أنا سعيد باستقبال سعادة اللواء محمد والأخوان في الأمارة، ونادي الاتحاد نادي عريق ولها أهمية كبيرة، والأندية السعودية كذلك في الأندية موجودة على مستوى عالي من الإتقان في اللعب، والدوري السعودي يعتبر من أقوى الدوريات في الدوري في الشرق الأوسط تقريبا، وما نراه من منافسة على نقل المباريات يدل على أهمية الدوري السعودي. ينعكس مستوى الكرة السعودية والنوادي على أداء المنتخب السعودي، فدائما نتمنى أن اللاعب السعودي يعرف أن بعد فترة ربما يختار إلى أن يمثل بلده، فنتمنى دائما أن يمثل بلده على الوجه الصحيح وعلى بالطريقة المشرفة. وما شاهدناه الحقيقة من بطولات للمنتخب السعودي لا يجب نكرانها، يعني أنا ألاحظ بعض المرات الانتقاد على المنتخب السعودي لكن ننسى ما حقق المنتخب السعودي مقارنة بدول أخرى متقدمة علينا من زمن طويل في بداية لعب كرة القدم. 4 مرات دخول كأس العالم، 2 مرات كأس ذوي الاحتياجات الخاصة،
كأس الشباب العالم، دورات الخليج، كأس آسيا 3 مرات، ولعب 3 مرات على البطولة. كل هالأمور هذه يجب أن نعرف أن المنتخب السعودي حقق نتائج طيبة. لا يعني أنه ما في أخطاء، لكن يجب برضه أن لا نمدح زيادة على اللزوم أو نذم زيادة على اللزوم. لا بد يكون في توازن وحق وعدل. وما قامت به الدولة في الواقع من دعم لرعاية الشباب والرياضة في المملكة العربية السعودية فهو أكبر دليل على ذلك. فالقيادة حريصة جدا على معرفة الحاجة للأندية السعودية وكذلك المنتخب. والأمير نواف بن فيصل ما قصر في تهيئ الفريق السعودي، عمل لازم لإحضار المدربين المطلوبين والأجهزة الفنية المطلوبة. ولكن علينا على اللاعبين أن يعرفوا أن يمثلون ملايين السعوديين والعالم كله ينظر إليهم. أنا مرة أخرى أشكركم وأشكر الحقيقة قناة الرياضية على نقلها وتطورها الطيب. سمو الأمير، في سؤال بصراحة يعني دار عند كثير وكثير من بعض المتابعين سألوني لما نعرف أن راح نسوي لقاء مع سموك، يقولون تأكد أن من سمو الأمير هل ميول اتحادي؟ كما سمعنا أن سمو الأمير محمد بن فهد ميول اتحادية، هل كلام صحيح؟ أنا أشجع المنتخب السعودي وفرق المنطقة الشرقية، هذه عاد أساس عندنا. لكن أنا أشجع كل الفرق السعودية، منها الاتحاد والهلال والنصر والأهلي وكل النوادي، لكن الاتفاق والقادسية والنهضة والفرق وفرق الحسا وفرق القطيف كلها نشجعها. الآن 4 أندية المنطقة الشرقية يعني نصيب الأسد في الدوري السعودي، ماذا يعني لسموه؟ والله يعني أنهم يجب أنهم يحرصون على هالمستوى ويستمرون عليه. يعني هنا في الشرقية دائما نشجع فرق الشرقية، هذا شيء أكيد، لكن لا يعني لما نتابع الفرق الباقية ونشجعها على حسب المستوى. مستوى اللعب يفرق بين فريق وفريق، فكلما المشاهد يعني المشاهد اللي الحيادي ينظر للعب كمستوى ولعب. فنتمنى الفرق السعودية كلها النجاح، وأنا أعتقد أن المستوى اللي توصل له الفرق السعودية يأثر عليه نجاح. الأمير محمد بن فهد متحدثا وخاصا الملعب بهذا الحديث في عقب استقباله لرئيس مجلس إدارة الاتحاد اللواء محمد بن داخل الجاني، وحديثه كان عن جوانب عديدة تخص الرياضة السعودية على المنتخب الأول. نشكر له بالمناسبة الثقة الكبيرة والإشادة التي نالتها القناة الرياضية من خلال حديث سموه. أمسلي لا أدري إن كان لك تعليق أولا. والله حديث واضح وشفاف جدا من سمو الأمير محمد، والواضح أن هاجس الأمير محمد هو المنتخب السعودي أو الكرة السعودية الرياضة السعودية، تركيزه في غالبية الحديث على المنتخب. وما أحزن اليوم المنتخب الأولمبي، يعني كان الحضور كان يعني أبدا يعني محزن جدا، كان المدرجات خالية، سنتحدث عن هذا. فواضح أن هاجس الأمير محمد المنتخب، أتمنى أن يكون جميعا كإعلاميين كجمهور نعم. كأندية أن يكون أيضا المنتخب هاجسنا أيضا. سامي القرشي في جدة. أنا أبدأ من حيث قال الأمير أنه مستوى الأندية ينعكس على أداء المنتخب، متى ما كانت الأندية الحقيقة متراجعة على مستوى الآسيوي أو القاري نعم، فإن المنتخب سوف يكون متراجع على مستوى القاري حتما. أنا أشكر للأمير الحقيقة استشعاره بالمسؤولية ودعمه واستقباله للعيبة نادي الاتحاد. يجب على الاتحاديين أن يضعوا في الحسبان أن يكون تأثير استقبال سمو الأمير لهم إيجابي في مهمتهم الوطنية، خصوصا وأنهم الممثل الوحيد الباقي للكرة السعودية. ولا أعتقد أنه الكرة السعودية بحاجة لمزيد من الانكسارات، ولعل خروج الاتحاد لا قدر الله سيكون القشة التي تقسم ظهر البعير. أمل أن يكون لأي حضور لهذه القشة التي تذكرها سامي، لكن على أي حال مسلي حتى في حديثه عن الميول أو الأندية الأمير محمد بن فهد ربما ابتعد عن أن يدخل في هذه المسألة، تحدث عن أندية الشرقية بشكل واضح. هل جاء هذا الاستقبال دعما للاتحاد خارجيا؟ بالتأكيد الاتحاد يمثل كل سعودي في المشاركة الآسيوية. الشباب السعودي محظوظ ب يعني متابعة وحب المسؤولين للرياضة ولكرة القدم. نرى الأمير خالد الفيصل في جدة يهتم بأندية المنطقة الغربية، الأمير سلمان في منطقة الرياض أيضا يستقبل أندية الرياض، الأمير محمد أيضا يهتم بأندية الشرقية.
في الحقيقة بالفعل الأندية والرياضة السعودية محظوظة بهذه المتابعة وهذا الاهتمام وهذا الدعم. طيب على أي حال هذا في الخبر الأول الذي معنا اليوم في الرياض. العاصمة كان المنتخب الأولمبي السعودي قد تقدم في شوط المباراة الأول أمام نظيره القطري، لكن الأخضر الأولمبي الذي بدأ قويا أهدر الكثير من الفرص، هذه الفرص دفع ثمنها غاليا قبيل انتهاء المباراة بهدف تعادل أخرجه أو عثره في البداية في انطلاقته في هذه المجموعة، وأخرجه بنقطة وحيدة على أرضه دون جماهيره التي لم تحضر اليوم. نتابع أولا الأهداف ثم نعود. سلمان إلى غالب، غالب في وسط الملعب، كرة طويلة إلى الأمام إلى دغريري، الله، كرة جول، كرة جول، جول، الله على دغريري، الثالثة ثابتة يا يحيى، الثالثة ثابتة يا يحيى، المنتخب السعودي يسجل أول أهداف المباراة. إذن شوف نقلة إبراهيم، شوف لعبة غالب، وشوف كرة دغريري، الله الله يا يحيى، الله على هدف يحيى، والهدف الأول للمنتخب السعودي. يا سلام، ممتاز سلمان الفرج، اختلاص الكرة واخذ الكرة بالشكل المطلوب، سلمان إلى دغريري، إلى سلمان، كرة جول، أوه، وفي آخر ربع ساعة لنهاية المباراة والنتيجة بالتقدم السعودي ومحاولة وإبراهيم زايد في اللقطة الماضية، وكأن لم يتوقعها رضوان الموسى، وكرة قطرية يا ولا زالت خطيرة، من يبعدها؟ وهم نواف مبارك وسلمان، نواف العابد بالأمس في التمرين عندما كان حاضرا، القناة الرياضية كانت حاضرة في التمرين المنتخب السعودي، وتوعد نواف بإحضار الثلاث نقاط من هذه المباراة، لكن الآن خطأ خطير، عرضية قطرية، وكرة جول، وجول أول للمنتخب القطري في المباراة. تعادل أشبه بالخسارة إذن في الرياض للمنتخب السعودي في أولى خطواته في هذه المجموعة التي تضم إلى جانب عمان كوريا الجنوبية. المنتخب الكوري الجنوبي كان قد تغلب على عمان بهدفين دون مقابل، مهمة صعبة يبدأها المنتخب السعودي بتعثر أمام قطر في هذه المواجهة، كأنما خرج بخسارة من هذا اللقاء بهذا التعادل. على أي حال إبراهيم غالب كان هو المتحدث الوحيد بعد المواجهة، نتابع ماذا قال. بسم الله الرحيم، الحمد لله طبعا على كل حال، نتيجه طبعا ما كنا نبيها يعني، لكن مثل ما انت شايف كره القدم ضيعنا فرص بدايه الشوط الثاني، فرصهم كانت برضه خطيره، استفادوا من خطا يعني من عندهم كره ثابته داخل الدقائق، صعب نعوض، استطاعوا انهم يعوضونا. لماذا اصريتم على اللعب بنفس النهج في الخطه الدفاعيه وهي اللعب على مصيده التسلل، خصوصا ان المنتخب القطري وضح هذا الاسلوب من الشوط الاول ووصل الى المرمى بهذا الاسلوب؟ ابد، لو تلاحظ يعني هي ما كانت يعني على الاوفسايد، بس كان المنتخب القطري يعني يعتمد على الكرات الطويله المرتدات، يعني استفاد منها هجمه يعني كانت مرتده وخطا بدون تركيز مننا يعني جاد في التعادل. طيب انت لماذا خرجت؟ كنت مصاب؟ لا، هي عباره عن شد خفيف يعني وتغيير يعني صار شد خفيف يعني. البدايه بالتعادل امام المنتخب القطري، المنتخب الكوري يفوز على ارضك، تعتبر بحسابات التاهل قريبه من الخساره. اكيد المباريات مثل هذه على ارضك لازم انك تاخذ ثلاث نقاط، لكن الحمد لله على كل حال المنتخب الكوري والمنتخب العماني لسه عندنا مباراتين ضدهم. تأسف من جماهير السعودية، لكن نعودهم إن شاء الله راح يشوفون المنتخب السعودي في مثل ما كان في كأس الخليج ومباراة توتنهام أحسن إن شاء الله. الخسارة التي يتحدث عنها إبراهيم غالب بالتعادل هي مؤكدة أنها كانت محبطة في بداية المشوار، لكن نأمل أن لا تؤثر في أيام قادمة. على أي حال المحبط في الجانب الآخر أن المدرجات بدت خالية في استاد الملك فهد في المواجهة التي أقيمت اليوم، هذا الابتعاد أو الصمت الذي كان واضحا على المدرجات جاء على الرغم من الإعلان اليوم عن أن المباراة ستكون مجانا للجماهير الرياضية، لكن يبدو أن الإعلان جاء متأخرا فتأخر الحضور الجماهيري الذي ظهر بشكل لا يليق بالمنتخب السعودي، لم يكن هناك أي حضور جماهيري إلا حضور قليل وقليل جدا إن لم يكن لا يذكر في مواجهة كهذه للأخضر.
الأولمبي. سامي القرشي، كيف تعلق أولا خسارة بالتعادل إذا تحدثنا بمقاييس الذهاب والإياب، أيضا حضور جماهيري لم يكن في مستوى التطلعات، هل هي بداية فعلا متعثرة في كل الجوانب للأولمبي السعودي؟ نعم، بداية متعثرة وبداية بصراحة يعني محبطة. أنا لن أكون متشائم، ولكن أنا شفت تقريبا إلى الدقيقة 65 من المباراة، وللأمانة أنا الآن لم أعد أستغرب لماذا هزمنا بالأربعة من المنتخب القطري في البطولة اللي قبل هذه. إحنا نتذكرها، المنتخب العماني وليس القطري. المنتخب يمكن أنا ماني ضليع في الأمور الفنية، ولكن أي شخص عادي كان ممكن إنه يشاهد المشكلة اللي عانيها المنتخب السعودي، منطقة نص قوية جدا جدا، ومنتخب بلا مهاجمين وبلا مدافعين نهائيا، وهذا ما يبرر لجوءه لكسر التسلل أعتقد في أجزاء كثيرة من وقت المباراة. بالنسبة للحضور الجماهيري، أنا حقيقة أعتقد أن السبب في ضعف الحضور الجماهيري يمكن أوعزه لسببين. السبب الأول أنه لم تعطى المباراة حقها الإعلامي من التغطيات ومن التعبئة الجماهيرية. لا أحد يعلم هذه التصفيات، يمكن المشجع العادي أو القارئ العادي لا يعلم هذه التصفيات تؤدي إلى ماذا، ولا يعلم قيمة الأولمبياد. وبالتالي كان الواجب الإعلامي أن احنا نوعي الناس أن الأولمبياد هي ثاني أهم بطولة على مستوى العالم بعد نهائيات كأس العالم، بل إنها عند الدول التي تمارس كرة القدم أهم من البطولات القارية كآسيا وأوروبا وإلى آخره. نعم. الجزء الثاني في الموضوع من وجهة نظر الشخصية، أعتقد أنه كان هناك اختيار خاطئ للمكان اللي تقام فيه المباراة أو الملعب. احنا نعرف أنه هذه درجة أولمبية، وبالتالي اهتمام الجماهير لن يكون اهتمامها بنفس اهتمام المنتخب الأول. فكان الواجب أن المباراة تقام على الأقل في ملعب الملز، وإن تعذر ذلك فأي مدينة أخرى. طيب، مسلي المعمر، بداية قال عنها سامنا محبطة، قال أن الإعلام يتحمل جزء كبير من عدم حضور الجماهير، لا أدري إن كنت تتفق معه في هذه المسألة، لكن على البداية المحبطة المنتخب كان حتى بعد تسجيل الهدف تلوح أمامه أكثر من فرصة، سبع فرص كان من الممكن أن يصل من خلالها إلى نتيجة ثقيلة. أنا شاهدت الشوط الأول، الشوط الثاني كنت في الطريق للاستوديو. لو جيت أنا قبل كان شاهدت المباراة كاملة. طيب. فبصراحة الشوط الأول كان أداء ممتاز، كان المنتخب السعودي هو المسيطر. حتى يعني كنت أتحدث بعض الزملاء، يعني قلت ممكن ريكارد ياخذ المنتخب الاولمبي او عدد كبير من لاعبي المنتخب الاولمبي ويستعين فيهم في مع المنتخب الاول. من ناحيه الحضور الجماهيري طبعا النتيجه يعني محبطه او غير جيده، محبطه كرقم كنتيجه كنقاط ام محبطه حتى في المستوى الفني؟ انا بودي فقط ان استوضح هذه النقطه. لا، المستوى الفني في الشوط الاول كان جيد، يعني حتى نفرق بين الجانبين، كان في فارق فني واضح بين امكانيات لاعب المنتخب السعودي والمنتخب القطري. نعم. هنا دور الجهاز الاداري والفني كيف يعني يخرجون اللاعبين من هذه النتيجه المحبطه في في المباريات القادمه. من ناحيه الحضور الجماهيري يعني هذه ظاهره ولا بد ان نقف امامها كثيرا. اتمنى من رئاسه العامه لعبة الشباب ان تاخذ الموضوع بجديه. ليش اذا انديتنا اذا شاركت مشاركات خارجيه او داخليه نشاهد المدرجات ممتلئه، اذا لعب المنتخب الاول او الاولمبي او اي منتخب اخر ما في حضور جماهيري؟ ظاهره. بس في المنتخب الاول نظلم الجمهور لانه حضر كثير، كل مباريات المنتخب الاول يحضر الجمهور واخرها في المنطقه الشرقيه. لا مش لو تقيس، لو يلعب الهلال او النصر او الاتحاد او الاهلي على نهائي اسيا او على مباراه تؤهل الى كاس العالم، حتى المدرجات ما راح تلاقي فيها. بماذا تفسر هذا انت ان ذهبنا معك في هذه الرؤيه؟ انا اقول ظاهره حب الانديه اكثر من حب المنتخب، ظاهره لابد ان تدرس. انا اتمنى حتى في الرئاسه العامه لعبة الشباب ان يكون هناك اداره للدراسات والبحوث تدرس بعض الظواهر مثل ظاهره الحضور عدم مسانده المنتخب. ليش؟ لماذا المشجع ينتمي للنادي، انتماء للنادي اقوى من انتماء للمنتخب؟ بحث الحلول، يعني البحث عن حلول لمثل هذه الظواهر. فالموضوع هذا مهم جدا، وانا اتمنى ننظر اليه بجديه كامله. الاعلام يتحمل شيء من هذا الامر مثل ما قال سامي؟ الاعلام له دور كبير في الموضوع هذا. وطبعا امور مترابطه كذا، مجتمع. طيب. اعلام، انديه. طيب، على اي حال مستوى فني
هذا فيما يخص المنتخب الأولمبي. في اليوم أيضا وفي أسوأ تصنيف له عبر تاريخه كان التصنيف الذي يصدر من الفيفا التصنيف الشهري، قد وضع المنتخب السعودي في المركز 98 مقتربا من المركز 100، وهو مما يعني تراجعا كبيرا في ترتيب المنتخب السعودي وفقا للنتائج الأخيرة. الأخضر السعودي جاء بعد مصر والجزائر في الترتيب العربي، والمغرب وتونس وليبيا والأردن وقطر جاء في هذا المركز 98 برصيد 359 نقطة، وهو ترتيب يعدل أسوأ. يذكر أن المنتخب الأسباني استعاد صدارة الترتيب للتصنيف الشهري في الاتحاد الدولي من أمام هولندا. سامي في جدة، التصنيف هذا منطقي مع النتائج أم أنه مجحف في حق المنتخب السعودي أم ماذا؟ لا، ليس مجحف نهائيا، القضية منطقية، لأنه هذا التصنيف يذهب وفق النتائج، سواء المباريات الدولية الودية المعتمدة لدى الفيفا أو المباريات الرسمية. المنتخب السعودي إلى الآن يمكن إحنا نتذكر أن المنتخب السعودي قبل لا يأتي ريكارد فوت تقريبا 6 إلى 7 مباريات من أيام الفيفا، وهي الفترة التي لم يكن المنتخب فيها عنده أي مدرب نهائيا. طيب، نحن نتهاون بقضية الحصول على مباريات دولية ودية، وكل المنتخبات العالمية تحرص على أدائها، بل إن إحنا نكتفي بدور المتفرج في فترة من الفترات على المباريات، ونعطي لاعبينا نعطيهم إجازات مجانية. ناهيك أنه المنتخب السعودي استهل التصفيات المؤهلة لكأس العالم بتعادل أشبه بالخسارة بعد ما اكتشفنا مستوى المنتخب العماني، وبهزيمة ساحقا من المنتخب الأسترالي على أرضنا وبين جماهيرنا. طيب سامي، اسمح لي فقط عبر الهاتف ورحب بمدير إدارة المنتخبات الأستاذ محمد المسحل. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، يا مرحبتين، حياك الله خير. أشكر لك تداخلك أولا على الرغم من أعباء كثيرة لديك، أشكر لك أن تستجيب للبرنامج، لكن السؤال ربما قلنا أنها بداية متعثرة للمنتخب الأولمبي كونه يتعادل على أرضه وبين جماهيره، هل فعلا تعتبرها خسارة بالتعادل؟ الحمد لله رب العالمين. بدون شك أخوي رجاء، النتيجة ما عكست الطموح على الإطلاق. يعني كنا نأمل أفضل من كذا بكثير، كنا نأمل على الأقل استغلال أفضل للفرص اللي سنحت في الشوطين. المنتخب القطري يمكن في منتصف الشوط الثاني اكتشف أن المنتخب السعودي بدأ ينضغط لفقدان هذه الفرص، وأجرى التغييرات اللازمة وأحرز الهدف، واللي يعتبر بالنسبة لهم فوز وبالنسبة لنا خسارة. ولكن هذه أول مباراة من أصل 6 مباريات. صحيح. تعادل نقطة واحدة، نعم خسارة نقطتين ثمينتين، ولكن بإذن الواحد الأحد إن شاء الله في المباريات المقبلة سيكون المستوى مغاير بإذن الله. وإحنا الآن نعمل على اتخاذ بعض الإجراءات الصحيحية. بكرة فيه إن شاء الله اجتماع عاجل أو طارئ للجنة فنية كونت لهذا الأمر لدراسة الوضع، وسنأخذ إن شاء الله الخطوات اللازمة. طيب، لجنة فنية كونت للحديث مع الجهاز الفني أم هي من داخل المنتخب، يعني لوضع تصور معين قادم أم ماذا؟ هو الآن هذه اللجنة موجودة لدعم الأجهزة الفنية للمنتخبات، يعني أي منتخب من المنتخبات لازم يكون لوضع دراسة مستمرة قبل وبعد كل لقاء يخوض هذا المنتخب، بغض النظر هو المنتخب الأول أو الرديف أو الأولمبي أو حتى الكأس. وتقوم بتقييم العمل سواء في التمارين بالمعسكرات، وأيضا تقييم المباريات فنيا وتوضيح لنا. إحنا في إدارة المنتخبات لسنا فنيين، ولذلك نوظف الفنيين لهذا الغرض عشان من أجل يعطونا المقترحات اللي نحتاجها منهم. بس أستاذ محمد، هذه اللجنة من المنتخبات اللي تتبع لإدارتكم إدارة المنتخبات، أم هي لجنة من خارج إطار المنتخبات، يعني لجنة محايدة نسميها؟
لا، اللجنة ليست محايدة بمعنى محايدة، ولكن هي تنتخب من شخصيات فنية لها باعها في هذا المجال، مدربين، بعضهم من الأجهزة الفنية الموجودة. يعني على سبيل المثال اللي بيجتمعون بكرة هم ريكاردو رودريغوز المستشار الفني للمنتخبات السعودية، المساعدين السيد رايكارد كلهم تقريبا بما فيهم الكابتن عبد اللطيف حسيني، الكابتن ناصر الجوهر، وأيضا غيرهم شخص أو شخصين. فهذولا كلهم بيجتمعون إن شاء الله بكرة الصباح الساعة 10 اجتماع طارئ عاجل لهذا الأمر، وبعدين سيجتمعون ايضا بالكابتن يوسف عنبر، يجلسون معه على اساس بس يستمعون منه، ياخذون مرئياته ورايه، وبناء عليه تتخذ اجراءات اخرى ان شاء الله. يعني قد تكون هذه الاجراءات ضد الجهاز الفني، ام انها اجراءات تصحيحيه لمعسكرات ام لبرنامج المنتخب الاولمبي؟ لا، احنا لسنا بهال يعني هالطريقه نتعامل مع اجهزتنا الفنيه. الكابتن يوسف عنبر لا نزال نثق فيه، وكابتن قدير، الاخطاء اللي صارت في المباراه حتى لو كان له علاقه فيها، لاحظنا فيه اخطاء ايضا من اللاعبين، اهدار فرص وخساره كور ما يخسرها اللاعب بحالته الطبيعيه يعني. احنا لما نتناقش مع الاجهزه الفنيه هي مش من منطلق المحاسبة السلبية بقدر ما هو لابد أنه هذا الشخص يناقش به. قد يكون عند المدرب أو جهاز فني قد يكون عنده ملاحظات صحيح لا يستطيع أن يمررها إلا عن طريق الفنيين مثله يعني. طيب أستاذ محمد، اليوم الحضور الجماهيري اللي شاهدناه في الملعب لم يكن في مستوى حتى التوقعات أو حتى الطموحات، ولم نكن نتوقع هذا الحضور. أولا أنت أحبط من هذا الحضور؟ اولا اشكر كل من حضر بغض النظر هم واحد او 100 او 1000، كل من حضر انا مدان لهم بالشكر الجزيل. لن اعتب على احد ولن اعتب على الجماهير اللي ما حضرت. قد يكون موقع الملعب هذا الملك فهد يعني بعيد شوي عن المدينه، كنا نتوقع يكون ملعب الملز، تدخلنا في هذا الامر، ولكن تدخلنا بعد ما فات الاوان. يعني تدخلنا يمكن قبل 3 اسابيع، وبالنسبه للاتحاد الاسيوي لابد انك لما تحدد الملاعب عندك اظن فتره اسبوع عشان تغيرهم. طبعا هذا الامر لم يكن من مهمه اداره المنتخبات، ولكن اليوم انا اجتمع قبل المباراه مع الاخ العزيز عبد الله السهلي الامين العام المكلف، وايضا المهندس سلمان نمشان، وايضا بعض الكوادر، نتكلم عن هذا الموضوع وتكلمنا عنه بروح الفريق الواحد بدون ما احد يلقي اللوم على الاخر. بالنهايه هذه منتخباتنا وهذا وطننا، فكون يعني بنكون ان شاء الله فريق عمل متكامل قبل اي حدث يصير باشهر. نعم، ونكون اتخذنا قرارات لمثل هذه الاحداث للملاعب او لمثل هذه المباريات. فما في داعي نترك الموضوع لين قبل اسبوع او اسبوعين او حتى 3 اسابيع وبعدين نكتشف ان احنا اخطانا. طيب، بيكون في تشيك ليست، بيكون بقائمه مراجعه دائما موجوده ثابته لجميع هذه الامور عشان في المستقبل نتفاداها ان شاء الله. افهم من هذا استاذ محمد انه اقامه المباراه في استاد الملك فهد كان خطا، انتم بصدد تداركه في ايام قادمه، لكن ايضا الاعلان عن مجانيه الدخول تاخر كثيرا، وبالتالي هل نعتبره خطا اخر؟ هذه كل الامور هذه اضيفت لهذه القائمه، قائمه عمل خاصه في مباريات المنتخبات السعوديه. الا يمكن الاعلان موقع وتوقيت وطريقه دخول الجماهير بشكل مبكر جدا ان شاء الله. طيب استاذ محمد، نعرف دائما المنتخبات السنيه ان كان الاولمبي او الشباب او الناشئين عاده يعني لا تحظى بكثير من التواجد الجماهيري، وان كنا نثق في جماهيرنا، لكن الا يمكن الاعلان مبكرا منذ الان عن ان كل المباريات المقبله لهذه المنتخبات ستكون مجانا؟ هذا اللي تكلمنا فيه اليوم، كانك كنت تسمعنا يعني اخوي رجاء، كنا نتكلم عن طبعا سمو رئيس العام دائما يرحب باي شيء مبكر نضع امامه تخطيط مبكر. ان شاء الله باذن الله سنضع امام سمو رئيس العام يعني طلب يكون على الاقل المنتخب الاولمبي المباراتين القادمتين امام كوريا وعمان تكون مجانية من الآن لكي لا يحدث أي ربكة أو فوضى أو نعم. أو عدم يعني عدم دراية بالتصرف قبل اللقاء بأيام.
ان شاء الله هذه الامور ستحسن ان شاء الله خلال الاسبوع هذا اللي بيجي. طيب سؤالي الاخير لك او ما قبل الاخير، التصنيف اليوم كان محبط لك، تصنيف الفيفا ان نكون في المركز 98، هو لا يعنيك في شيء لانك انت جيت قبل 3 أشهر 4 أشهر يعني، لكن هذا التصنيف يبدو محبطا. والله انا كل ما يخص المنتخبات السعوديه يعنيني، حتى لو ان يعني هذا التصنيف نتيجه مسابقات اخرى قبل ما انا استلم الوضع، ولكن هي تعنيني بكل تاكيد. سمعت المنتخبات السعوديه تعنيني، مستوياتها وتصنيفها يعنيني، وهذا ابدا لا يسعدني على الاطلاق. احنا نعمل لخطه طويله الامد اخوي رجاء، يعني اذا احنا نعمل لخطه طويله الامد ونشوف هذه التصنيفات تاتي الان وستحبطنا، فانا ساكون الشخص الخطا في المكان الخطا. طيب انت تحدثت ايضا عن او حديث دار حول المباراه القادمه في 11 اكتوبر مع تايلاند، مباراه انتم ستتواجدون في ماليزيا، وقبل المباراه بساعات ستكونون في تايلاند، قيل أن الرحلة ستكون قبل أو الوصول سيكون قبل المباراة بثلاث ساعات أو ست ساعات، طلبت أنت فيما يبدو اجتماعا عاجلا وفق ما نشر اليوم، هل فعلا اجتمعت مع سيد ريكارد وضعتم خطة بديلة لهذا الأمر؟ الاجتماع إن شاء الله سيتم يوم السبت، وسنطع يعني بيكون في خطة إن شاء الله مدروسة بشكل دقيق، بحيث إن شاء الله نجومنا يوصلون إلى ملعب المباراة يعني بأقل سلبية ممكنة من جراء الرحلة. الرحلة الحمد لله مش طويلة، يعني ساعة ونص بالكثير، ساعة وخمسة وأربعين دقيقة. وستكون إن شاء الله بإذن الله على طائرة خاصة تجهز لهم في يعني وقت الإقلاع اللي نبغاه، ونوصل بالوقت اللي إحنا نبغاه. وأيضا حتى الاجتماع الفني اللي المفروض يعمل قبل المباراة سيعمل في ملعب المباراة، فيعني سنعوض الساعات العمل اللي المفروض نسويها في ماليزيا تصير في تايلاند في ملعب المباراة، وإن شاء الله بإذن الواحد الأحد يوصلون بجاهزية تامة، ولن إن شاء الله لن نتعلل بموضوع الرحلة ولا نتعلل بشيء، إن شاء الله رايحين عشان نفوز ونجيب الثلاث نقاط ونرجع بإذن الله. القائمة متى ستعلن؟ أسماء التشكيلة 25؟ بإذن الله المتوقعة يوم 25 إن شاء الله. بحسب رأيك أنها قد تشهد تغييرات؟ والله يعني من طريقة متابعة السيد راكب للدوري ومساعديه لمباريات الدوري بشكل دقيق جدا، يعني حتى المساعد الأول موجود في بريدة أيضا لمتابعة يعني جميع فرق الدوري، وجميع لاعبي دوري زين المحترفين هم تحت مرأة الجهاز الفني للمنتخب الأول، فلا أستبعد على الإطلاق أن يكون فيه تغييرات في المنتخب. شكرا لك أستاذ محمد المسحل مدير إدارة المنتخبات السعودية، آملا لك كل التوفيق، شاكرا لك على أن تتواجد معنا، أن تكون بهذا الوضوح وبهذا الظهور، متحدثا عن أن لجنة فنية ستكون غدا ستجتمع في الصباح لوضع مرئياتها حيال التعادل الذي حدث اليوم للمنتخب الأولمبي. هذه اللجنة أيضا ستجتمع بمدرب المنتخب الأولمبي السيد يوسف عنبر للحديث معه لمناقشته في مجريات اللقاء الذي جرى اليوم في الرياض. جملة من الأشياء الأخرى التي تحدث عنها مسلي المعمر، لذلك الوقت لم أستطع أن يتداخل معك، لكن ما الذي يمكن أن تقوله أولا تعليقا على كل مدار؟ أولا أنا مع إعطاء الثقة الكاملة للأستاذ محمد المسحل، صراحة يعني أنا كنت من المستبشرين بتعيينه، وأعتقد أنه الرجل المناسب في المكان المناسب. أيضا أتمنى أن أعطي الثقة لريكارد الثقة الكاملة. أنا كان ودي أسأل الأستاذ محمد عن الهيكل الإداري، الهيكلة الجهاز الفني، هل يوسف عنبر يتبع لريكارد، هل أو بمعنى آخر هل ريكارد مسؤول عن جميع المنتخبات السعودية بكافة الفئات السنية أم لا؟ إذا كان الكابتن يوسف عنبر لا يرجع إلى ريكارد في الإدارة، أعتقد أنا ما أتفق مع النظر هذه بتعيين لجنة لمناقشة. هو تحدث عن هذه اللجنة دائما موجودة لمناقشة أي إخفاق أو للبحث عن أي حلول في أي وقت. هل سيقبل ريكارد ليس في اللجنة؟ أوكي، لكن اثنين من مساعديه إلى جانب ناصر الجوهر إلى جانب أيضا مدرب منتخب الشباب يبدو. لو حصل إخفاق المنتخب الأول، هل سيقبل ريكارد أن تأتي لجنة فنية لتناقشه في عمله؟
ما اعتقد، اعتقد ريكورد لن يكبر هذا الامر. كنت اتمنى يعني ان يعني تشكل هذه اللجنه او تناقش يوسف عنبر الا في حاله اذا طلب يوسف عنبر ان يجلس مع فنيين لايصال بعض وجهات النظر او لايضاح ايضاح بعض. بس هو واضح قال انا كاداره لا استطيع ان اناقش في جوانب فنيه، واحنا من زمان طالب ان الاداري يفترض ان لا يناقش رجل فني. سامي القرشي لا ادري ان كنت تتفق مع مسلي في هذه المساله ام تختلف. لا انا اتفق مع زميلي مسلي جمله وتفصيل فيما قال، لانه بصراحه لن يقبل ريكارد ان يقيم عمله. وانا اسال الان هل اللجنه اجتمعت مع ريكارد بعد مباراه استراليا؟ لكن القضيه انا من وجهه نظري الشخصيه يعني اعتقد انها يعني انا امانه اني اتعاطف كثيرا مع محمد المسحل في العموم، خصوصا عندما تكون مضطر للخروج بعد اي تعثر وانت لا تملك الاجابات ولا تملك ما يقنع الوسط الرياضي. كيف لا يملك الاجابات الزميل مسلي؟ لا اعتقد انه ريكارد. نعم، كيف لا يملك الاجابات او الاقناع؟ انا حقيقه كل المداخله يعني لم تقنعني، كلها حديث عن المستقبل ووعود بالتصحيح. ما في شيء يعني ما في اي شيء جديد يعني. حتى يوم سالته على موضوع الملعب وهل كان اختيار الملعب غلطه، يعني هو كمان اعطاك يمكن مثال واضح وحي وصريح على الاخطاء اللي قاعده تصير. قال نعم كان المفروض ان المباراه تقام في استاد الملز، نعم، ولكن تاخرنا في طلب ذلك من 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 الاتحاد الاسيوي. صحيح، هذه غلطة كلفتنا حضور جماهيري. سألته أنت هل تحدثتم عن مجانية المباريات القادمة؟ قال سوف، هذا كلام مطروح وسوف يناقش وسوف يكون في المستقبل. كل شيء في المستقبل، الأخطاء كثيرة، إحنا نحتاج لتدخل سريع على أساس نوقف النزيف. إحنا قاعدين ننزف على مستوى الناشئين، على مستوى الشباب، على مستوى الفريق الأولمبي، على مستوى الفريق الأول. لازم يكون هناك في صدمة أساس توقف النزيف الكروي السعودي هذا. فيما تتمثل هذه الصدمة؟ في نقطة برأيك مهمة جدا جدا، يعني أحيانا تكون الصدمة بحكم أنك لا تملك الوقت للتعديل الفني ولا حتى لتغيير المنتخب أي منتخب كان. أحيانا أنت تملك أنك أنت تجلس مع اللاعبين أو أنك تصحي فيهم النوازع الوطنية، تشحنهم بالحماس، تجلس معاهم، تسوي لهم برامج، تدعمهم إعلاميا. في شغلة مهمة جدا، تفضل. المنتخب السعودي الأول اللي يهمنا في المقام الأول، إذا وصل في تايلاند يجب أن يصل قبل المباراة على الأقل بيومين كي يتعود على الأجواء العامة. لا ينفع أنه يحضر قبل المباراة بساعتين أو ثلاثة أو أربع ساعات. مسلي إذا كان لك تعليق سريع في هذه المسألة. اختلافي مع الأستاذ محمد في تشكيل اللجنة لا يعني عدم قناعتي بكفاءته. الأستاذ محمد مسحل أرى أنه أنسب شخص في هذا المكان، لكن وهذا لا يعني أنه بلا أخطاء، كلنا خطأون. هذا أولا. ثانيا اللجنة الفنية يعتمد من الأعضاء اللي فيها، هذا يعني من سيكون في عضوية هذه اللجنة. هو تحدث واللي فهمته من كلام الأستاذ محمد، هو تحدث المستشار اللي فهمته من كلام الأستاذ محمد، ربما لن يستمر يوسف عنبر. هذا استنتاج. بس هو نفى هذه المسألة، قال أن لن نناقش بجانب سلبي، بمعنى حينما قلت له هل بالإمكان أن يكون مطروحا مناقشة يوسف عنبر أو وضع بديل للجهاز الفني، قال هذا الأمر ليس مطروح. استنتاجي ولن نناقش، قال هذا الأمر ربما، لكن انا استنتاج ان ربما لن يستمر. يبقى استنتاجك ممكن للايام القادمه، ننتظر ربما مع العلم يعني. المنتخب اليوم اداء في الشوط الاول كان اداء ممتاز فنيا وهو واللاعبون هم اللي اضاعوا المباراه. طيب، على اي حال هذا في ما يخص المباراه الخاصه بالمنتخب السعودي والتصنيف الذي صدر اليوم، وهي اخبار متلاحقه تاتي للمنتخب السعودي على الرغم من انها مؤلمه الى حد كبير، ان كانت نتيجه وان كان تصنيف ليس جيدا، لكن لضيوفي ان يتحدثوا كثيرا عن هذا الجانب. في المباراه شاهدنا الجمهور بحضوره الضعيف، يمكن اللقطات كانت ظاهره معنا، وهو تحدث عن ان هذا سيناقش في ايام مقبله. أكيد مجانية الحضور ليست لن تكون سبب يعني
الجوهري في 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 في, في زيادة الحضور. ما أعتقد اللي بيتحمس المباراة أو بيحضر المباراة ما أتوقع 15 أو 20 ريال ممكن تفرق معاه أو تمنع من الحضور. على أي حال في جانب آخر ومحليا، لجنة الانضباط كانت قد أصدرت اليوم جملة من القرارات التي تعني بالمجموعة أو الجولتين الماضيتين تحديدا الجولة الثانية لدوري زين. القرارات التي جاءت بعد اجتماع عقد للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم شهدت أولا قرار لتغريم نادي النصر بمبلغ 30,000 ريال، ثانيا وفقا للقرار الصادر بحق النصر أن هذا القرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم. في القرار الثاني للجنة الانضباط الذي صدر اليوم تغريم النادي الأهلي بمبلغ ما يقارب 60,000 ريال، المبلغ وليس ما يقارب. القرار أيضا قابل للاستئناف وفق لائحة الاتحاد السعودي. القرار الثالث الذي صدر أيضا طبعا في القرارين السابقين القرارات على الجماهير باعتبار أن مباراة النصر مثلا وفقا لما جاء فيها أن جماهير النصر قاموا بقذف العبوات المائية على لاعب نادي الأهلي على أرضية الملعب في المباراة الأخيرة بين الفريقين استنادا إلى تقريري حكم ومراقب المباراة المبعوث من قبل أو المرفق في هذا القرار، وهذا يعتبر سلوك مخالف. في حين أيضا في قرار النادي الأهلي نفس الأمر، كان لتكرر العقوبة مرة أخرى ضوعفت العقوبة والغرامة على النادي الأهلي. القرار الثالث كان في واقعة امتناع لاعبي نادي الهلال عن حضور المؤتمر الصحفي بعد انتهاء مباراة الهلال والشباب وعدم التجاوب مع المراقب الإعلامي للمؤتمر الصحفي، وبالتالي صدر قرار بتغريم لاعب نادي الهلال ماجد المرشدي بمبلغ 10,000 ريال، تغريم أيضا لاعب نادي الهلال محمد نامي بمبلغ 10,000 ريال، وقرار قابل للاستئناف وفق اللائحة. هذه جملة القرارات التي صدرت اليوم، وهذه القرارات وفقا لها أو للائحة سيكون قرار الخاص بالأهلي تحديدا، لأنها العقوبة الثانية التي تطبق مع الجولة الثانية. طبقت عليه عقوبة في الجولة الأولى ب30,000 ريال، ضعفت هذه العقوبة في الجولة الثانية لتصبح 60,000 ريال. القرار القادم فيما لو حدث أو رفع أي تقرير يخص الجمهور الأهلاوي فإن الأمر وفقا للائحة يعني أن الأهلي سيلعب أول مباراة على أرضه دون جماهيره، وستخصص مقاعد خاصة فقط للفريق الضيف الذي سيحل ضيفا على الأهلي فيما لو حدث هذا الأمر وفقا للائحة التي كانت قد أعلنت في وقت سابق. أمسلي، قرارات لجنة الانضباط هل تبدو فقط واضحة أولا؟ هل تتفق معها؟ تختلف؟ ماذا؟ الحلو ما يكمل الجمهور. طبعا القرارات مستحقة وهي محلها، لكن أفضل جمهورين تقريبا من وجهة نظري يعني جمهور الأهلي وجمهور النصر طبقت عليهم غرامات. أنا أتمنى يكون حضورهم في المباريات المقبلة أكثر مثالية، يبتعدون عن بعض التصرفات التي تشوه المدرج اللي فعلا جميل، بالذات يعني مدرج الأهلاوي الموسم الماضي وهذا الموسم يعني حضور مميز، تشجيع يعني جميل جدا، يضفون يعني أجواء ممتعة للمباريات. أنا أتمنى يكون يعني سلوكهم يتوازن مع حضورهم ومع تميزهم. طيب سامي القرشي، العقوبة الثانية للأهلي سامي أمانة، العقوبة يعني الثانية لجمهور الأهلي هذا يعني أن الأهلي مهدد بأن أن يلعب بدون جمهور. صحيح، إحنا مع النظام في كل الأحوال، ولا يمكن أن نرفض العقوبات بأي حال من الأحوال متى ما ثبتت كحالتي الأهلي كما وأنا مصدري يمكن يكون مقرب وكما حدثت في حالة النصر. ولكن الحقيقة هي سؤالين. أنا شخصيا عندي أمنية أنه اللجان العاملة اللي أوقعت العقوبة على النادي الأهلي وعلى نادي النصر أتمنى أنها تعمل بنفس النشاط وطول الموسم وفي جميع المباريات وليست مباريات معينة، أتمنى أنها تستمر بنفس القوة كي تردع مثلا أي تجاوزات إن كانت، ولو أنها لا يمكن أنها تعمم على جماهير النصر أو على جماهير الأهلي. هي 3 أو 4 أشخاص قد يتسببون في نقل مباراة من للنادي خارج ملعبه. ولكني أسأل سؤال أمانة، أنا من الناس اللي يمكن عندي ملاحظة على اللائحة وأتمنى تغييرها، خلوا الغرامات مادية
لأنه بصراحة أنا بإمكاني أروح مدرج نادي النصر أنا ومعاي اثنين ثلاثة ونحن لسنا نصراويين ونقذف بقارورتين من الماء ونوقع العقوبة على نادي النصر. نعم. هذا يعني أن لجنة الانضباط مطالبة بمعايير معينة لإصدار قرارات عقوبة أو عقوبات ضد الجماهير. هذه المعايير وفقا لما يمكن أن يرمى أو وفقا لما يمكن أن يتم من شغب بهذا الشكل تقصد؟ صحيح. نعم. لا هو شيء معين. يعني أنا بقول لك على شغلة بسيطة. هي الكمية اللي قاعدة ترمى، هل إذا رمى شخص أو شخصين هل نعتبره شغب جماهيري؟ طيب هنا السؤال. صحيح. مسلي لجنة الانضباط بحاجة لإيضاح هذه المسألة، بحاجة لوضع أو الإعلان عن معايير واضحة للكمية التي يمكن أن تعاقب عليها أو لا تعاقب عليها. والله القضية شائكة، لكن يجب أن يكون فيه يعني تصرفات وقائية في المدرجات. أنت مدرج الأهلي أو مدرج النصر، العقوبات ليست تصرفات وقائية؟ لا، العقوبات طبيعي جدا أن يكون هناك، أن تكون واضحة، أعتقد أنها واضحة، لكن من الصعب جدا أن تحدد. يعني مثلا لو ألغيت يعني خلينا لو نقول خمسة مشجعين قاموا بقذف علب أو مقذوفات إلى داخل الملعب، طيب ممكن يقول لا ستة خمسة أربعة وندخل في إشكالية وفي أمور يعني كثير. لكن المدرج نفسه يجب يعني أن يكون لديه الوعي، يجب أن يعني ينبذون أي شخص يدخل يعني يندس بينهم مثل ما قال سامي ويسيء للمدرج. إذا كانت صادرة من نفس المدرج يجب أن يتحمل الجمهور والنادي ما حدث. لكن أن يحضر 20,000 متفرج والرمي يكون من خمسة، هل منطقي يعني يعاقب الجمهور؟ أنا أعتقد منطقي. يعني منطقي. ما دام يعني خمسة ينتمون إلى هذا المدرج أو أساءوا لابد أن يتحملوا. سامي سريعا. شوف، هو حتى في علم النفس الشغب الجماهيري هو عبارة عن عدوى. يعني لا يمكن أن يكون ثلاثة وأربعة أشخاص هم يرمون ولا تنتقل العدوى للآخرين أن احنا نصنفه على أساس أنه شغب. أنا في النهاية أتحدث وأقول كيف ستتصرف. يعني أنا بإمكاني الآن أني أنا مثلا مشجع أهلاوي أندس في المدرجات الاتحادية وأتسبب في عقوبة لنادي الاتحاد لا ناقة له فيها ولا جمل. إحنا لا يجب أن إحنا نتعامل مع ثلاثة والأربعة الأشخاص بمعيار المراقب أو الحكم الرابع ونقول أن هذا النادي جماهيره أحدث الشغب ويستحق العقوبة. لازم يجب أن نتذكر أنه الشغب الجماهيري عبارة عن عدوى يجب أن يقوم فيه كل المدرج وليس ثلاثة والأربعة أشخاص. على أي حال أيضا عقوبة أخرى اليوم صدرت، هي الأولى من نوعها، عقوبة على ماجد المرشدي ومحمد رامي، العقوبة بتغريم كل لاعب ب10,000 ريال لعدم حضورهما للمؤتمر الصحفي. إذن قرارات نافذة فيما يخص الإعلام أيضا. أنا أعتقد أن كل القرارات سواء بحق الجمهور النصر أو الأهلي أو اللاعبين محمد نامي وسلمان المرشدي أعتقد أنها في محلها. ماجد المرشدي أنا ما أدري ما جبت سلمان المرشدي. زميلنا سلمان المرشدي صحفي، لكن أعتقد أنها كانت في محلها. يجب أن يكون لدى اللاعب وعي، يجب على إدارات الأندية، على إدارات الفرق الكروية أن تلتزم أيضا بإلزام اللاعبين بالحضور للمؤتمرات الصحفية، وهذا يعتبر يعني نوع من الاحترام للإعلام ورجال الإعلام. طيب على أي حال أيضا الحديث كان عن القزع اللي ممكن يطبق من الفترة أو من الجولة القادمة. لجنة الحكام كانت قد عممت بهذا الأمر. مراسل الملعب في جدة نايف مشهور كان قد أفادنا اليوم أن المهاجم فيكتور سيموس مهاجم الأهلي فاجأ الأهلاويين بحضوره اليوم وقد أنهى هذه القصة التي تظهر معنا ووضع وضعية مختلفة لأنها حتى وجود لشعر راسه في حضوره اليوم، بالتالي أنهى القصة التي الغريبة التي كان قد ظهر عليها في الأيام أو في الجولتين الماضيتين، يبدو تحسبا للجولة المقبلة. وفقا لسؤال مراسلنا له قال أنه بينه وبين نفسه قرر أن يتخذ هذا الأمر حتى لا يضع نفسه أو فريقه في حرج كبير في الأيام القادمة. سامي هل من تعليق؟ يعني كان على الزيرو. نعم أنا حقيقة سيموس. نعم في شخص مقرب أثق فيه أمانة. الحقيقة فاجأوا فيكتور سيموس بسؤال صريح جدا قال أنا
حقيقة هذا كلام لفيكتور سيموس، أنا أحترم هذا البلد وأحترم التعاليم وأحترم أنظمتهم، وبالتالي ذهبت عندما علمت أن الإعلام يتحدث عن فيكتور سيموس، ذهبت بنفسي وبدون أي إيحاء من أي إدارة وخلصت الموضوع نهائيا احتراما للبلد واحتراما للقوانين. إلا أنه فيكتور سيموس سأل سؤال الحقيقة وضع الشخص في مأزق الحقيقة وإحراج كبير جدا جدا. فيكتور، وهذا كلام فيكتور، يتحدث أنه الإعلام السعودي قاعد يتناولني أنا لوحدي فقط فيما يخص قضية القزع، رغم أنه، وهذا الكلام الآن لي أنا، محمد نور عنده نفس القصة، نواف العابد عنده نفس القصة، البيشي الظهير الأيمن للمنتخب الأولمبي اليوم عنده نفس القصة، هناك لاعبين نصراويين اتحاديين أهلاويين آخرين من زملاء فيكتور في النادي الأهلي عندهم القزع، ولكن يبدو أن القضية هي قضية بس مو بهذه الطريقة الواحدة على فيكتور وتصيد من بعض الإعلام ضد فيكتور تحديدا. سامي بس حتى نكون منصفين، ليس بهذا الشكل اللي ظهر عليه فيكتور، صحيح؟ الدين لا يجزأ والعادات والتقاليد لا يجزأ، القزع هو القزع والوشم هو الوشم. أنا كتبت مقال اليوم، ولو تسمح لي يعني إني أنا يعني إني تكلمت عن المقال سريع، وقلت إذا كانت هناك في قرار بمنع القزع في ملاعبنا، فإذا كان القزع محرم في ديننا فإن الوشم أكثر تحريما في ديننا، ويجب أن يكون القزع والوشم في نفس القرار بالمنع. طيب نحن لا نجزئ لا ثقافاتنا ولا تقاليدنا ولا ديننا. أنا أتمنى من الأمير نواف فيصل ينهي الجدليات في موضوع التصرفات الشخصية للاعبين، بالذات اللاعبين غير المسلمين. يعني مثلا نفرض يجي لاعب مثلا غير مسلم، نفرض عليه القزع ونفرض عليه يشيل الوشم، ودخلنا في إشكاليات وفي جدال. أنا أعتقد يعني أن بدينا نقحم، يفترض أن لا تدخل الرياضة فيها، افترض أن لا ندخل الرياضة فيها، وبالذات اللاعبين غير المسلمين. يعني لو نرجع للإعلام أو البرامج الصحف، يمكن نصف الطرح يتلخص هذا اللاعب قصة القزع، هذا اللاعب وضع وشم، هذه تصرفات شخصية ما دامت لا تسيء للآخرين. أنا ضد يعني التدخل في حريات الآخرين إذا لم تمس أشخاص آخرين. لكن هناك أخلاقيات لجيل لدينا المتابعين صغار السن، صغار السن قد يرون كيف يمكن لنا أن نصنع لهم حصانة حول هذه المسألة. صغار السن يشاهدون الدوري الأسباني، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، ويشوفون قصات ويشوفون حركات، يعني إذا منعناها في ملاعبنا يشاهدون الدوريات الأوروبية. فما أعتقد أن هذا هو الحل لعدم التأثير في صغار السن، ما دامت لا تمس الآخرين، ليست فيها إساءة للآخرين. أنا أتمنى أن من يعني أنت لا تتفق مع المقال الذي كتبه اليوم سامي القرشي؟ لا أتفق مع سامي ولا غيره في الموضوع هذا. سامي سريعاً سامي. أنا أتفق مع الزميل مسلي آل معمر بأنه يجب أن لا نخلط ما بين الأجانب وما بين أبنائنا، أبناء جلدتنا اللي يمشون على تقاليدنا وعاداتنا، بإمكاننا نحن نفرض عليهم قوانيننا اللي تخصنا. ولكن أنا أبغى أسأل، أنا مقال اليوم لو قرأ الأستاذ مسلي حيوافقه، بس الظاهر أنه فهم بشكل خاطئ اللي أنا كنت أقصده من المقال. أنا اللي أقصده أنه اللاعبين الأجانب هم أجانب، وأنه إذا كان في قوانين نحن نحتاج نطبقها ولازم نطبقها على أبنائنا. طيب. أبناء جلدتنا المسلمين اللي لهم عاداتنا وتقاليدنا. وكنت أسأل سؤال كمان وأقول ماذا لو طلعت فراس لاعب أجنبي ورفض أنه يحلق نهائياً، وتصعدت القضية إلى فسخ عقد مع نادي ثم ذهب للفيفا، هل الفيفا حيقف مع النادي اللي بيحلق رأس لاعبه، أم سيكون الحق كله مع اللاعب اللي جاء عشان يلعب مو جاء عشان يحلق رأسه؟ مسلي تقدر تجاوب؟ الجزئية الأخيرة كلام جميل جدا فعلا، يعني سؤال مطروح. الاتحاد الدولي لا يعني طبعا ما في مبرر انك تفرض على اللاعب يحلق قصة شعره، بالعكس انا اعتقد انها راح تكون مضحكة لو رفعناها للاتحاد او وصلت للاتحاد الدولي او الخارج، يعني ان نهتم بقصه شعر اللاعب او طريقه لبسه او يبقى السؤال مطروحا على اي حال. في جانب اخر وللحديث عن المسابقات المحليه ايضا، يوم غد وللمره الاولى في تاريخ القناه الرياضيه وفي تاريخ المسابقات السعوديه سيكون النقل لسبع مباريات على الهواء مباشره. النقل الذي يبدا في وقت مبكر، حيث مباراه الاحد والوطني، المباراه التي ستقام في الرابعه والربع ستنقل عبر القناة الرياضية الأولى، في حين مباراة الشالة والحزم في 53 دقيقة ستكون في الرياضية الثانية،
الرياض والجيل في على القناة الرياضية الثالثة في 53 دقيقة، الاتحاد والوحدة في دوري الناشئين ستكون في 4:30، في حين مباريات دوري زين التي ستقام يوم غد وهي 3 مباريات ستقام غدا، وبالتالي ستنقل مباشرة الشباب القادسية على القناة الرياضية الأولى، الفيصل للنصر القناة الرياضية الثانية، الفتح والرائد في القناة الرياضية الثالثة. هذا النقل المباشر سيكون لمتابعة كافة الأحداث الرياضية في بكافة جوانبها ووضعيتها ومتابعة للركض أينما كان للملاعب السعودية. على أي حال، المواجهات التي ستكون يوم غد في دوري زين للمحترفين ستكون مواجهات هي الأخرى مثيرة، لأنها ستكون بين فرق تبحث عن الصدارة وأخرى تبحث عن تحسين الأوضاع وثالثة تبحث عن مداواة الجراح. مؤكد أن أولى المواجهات ستكون بين الفيصلي والنصر، مواجهة الشباب والقادسية، والمواجهة الأخرى التي ستكون في مباريات الغد أيضا الفتح والرائد. لكن أولا التدريبات النصراوية اليوم قبيل المواجهة المرتقبة مع الفيصلي كانت كاميرا الملعب قد تواجدت وتابعت عن قرب هذه التدريبات. النصراويون إذن في تدريباتهم قبيل المواجهة المرتقبة مع الفيصلي، النصر الذي يبحث عن العودة مجددا واستعادة الانتصار، لكنه يخشى في المقابل من نشوة الفوز العريض الذي حققه الفيصلي على حساب الرائد 4 أهداف في الجولة الماضية. النصراويون تحدثوا قبل المواجهة التي ستكون يوم غد، نتابع ماذا قالوا. هو أول شيء طبعا لابد أني أشكر أخواني اللاعبين على الجهد اللي بذلوه، واللاعبين اللي يعني أدوا أداء مميز وأدوا الأداء المطلوب منهم. بالتأكيد كان هناك أخطاء وأكيد يعالجها السيد كوستا، وأخواني اللاعبين متجاوبين في هذا الجانب، وفي بعض اللاعبين ما قدم نفسه بشكل كويس ولازم أنه يقدم نفسه إرضاء لنفسه وإرضاء لجماهير نادي النصر. وبالتأكيد كلبونا نتحمل كامل المسؤولية في هذا الجانب. الآن فريق العمل، الجهاز الفني والجهاز الإداري واللاعبين مع جمهورهم، جمهور الوفاء دائما، يتطلعون أن يكونوا يعني منافسين واقفين على أرض الميدان بقوة. الفريق لم يتكامل يعني إلا في تمارين معدودة ويغيب لاعبين، لكن الحمد لله الآن بشائر الخير يعني موجودة، الآن أصبح العدد الآن متكامل مع إبراهيم غالب وأحمد الجيزاني وبينضمون لنا إن شاء الله في المعسكر. المصابين عادوا الآن بقوة ولهم الرغبة الأكيدة أنهم يلعبون. المدرب الآن يعني عرف الفريق من خلال مباراتين رسميتين، من خلال 5 مباريات و6 مباريات ودية، أعطى الفرصة للكل. باقي عندنا مباراتين مطالبين فيها بأن نكون في أحسن حالة فنية، في أحسن حالة معنوية، في أحسن حالة نقطية. سنبحث عن الفوز بأي شكل من الأشكال، لن نكون يعني راضين بغير الفوز. نظن الفريق ما زال بعيد على المستوى اللي لازم يكون فيه، وما زال بعيد حتى على الشيء اللي يستنى فيه الجمهور ويستنى فيه النادي. نتمنى إن شاء الله المباراة هذه تاع نهار الخميس تكون فيها الفوز، أجل نحتاج كل كلاعبين كجمهور نحتاج الفوز في المباراة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الإصابة إن شاء الله بإذن الله أنه عديت يعني مرحلة التأهيل وكان عبارة عن كدمة، والحمد لله الحين قادر إني إن شاء الله أتمرن مع الفريق. طبيعي يعني انسجام، يعني أنت شايف يعني الأمور يعني باقي في بداية الدوري مبارتين، لكن إن شاء الله بإذن الله 3-4 مباريات إن شاء الله والأمور إن شاء الله تتحسن أكثر وأكثر. إذن هذا حديث للنصراويين قبيل المواجهة مع الفيصلي. قبل أن نتحدث في هذه المواجهة والمواجهات الأخرى، أرحب عبر الهاتف بمدير المركز الإعلامي بنادي الهلال الأستاذ عبد الكريم الجاسر. مساء الخير، أهلا وسهلا. طيب،
إذا كان سيلتحق بنا، لأنه سيعلق على العقوبة التي صدرت بحق ماجد المرشدي ومحمد نامي. بالمناسبة في القرار ظهر أن القرار حول غياب للاعبين على المؤتمر الصحفي، عادة لا يحضر اللاعب بعد المباراة، لكن يبدو أن المسألة تتعلق بالانترفيو في ما يخص بعد انتهاء المباراة، يبدو هذا الأمر. لكن في القرار الذي صدر اليوم ووزع من قبل الإعلام والإحصاء ذكر فيه نصا أن غياب اللاعبين على المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الهلال والشباب. ربما نستوضح الأمر. على أي حال تدريبات الشباب هو الآخر الفريق الذي يستعد لمواجهة القادسية. الشبابيون طموحاتهم أن يصلوا إلى النقطة التاسعة بعد فوزين في الجولتين الماضيتين. تدريبات الشباب بدأت أكثر استعدادا وتأهيا للمرحلة وللمباراة المقبلة. إذن هذه تدريبات الفريق الشبابي. سنعود للحديث عن الشباب وعن آراء للشبابيين قبيل مواجهة الفريق أمام القادسية، لكن أرحب عبر الهاتف بمدير المركز الإعلامي بنادي الهلال الأستاذ عبد الكريم الجاسر. مساء الخير، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، جزاك الله مساء. خلينا نقول صباح الخير عليك. صباح الخير على الضيوف الكرام وعلى السادة المشاهدين. يا هلا. أولا ربما أعتقد أن لديك تعليق حول العقوبة التي صدرت اليوم من لجنة الانضباط ضد ماجد المرشدي ومحمد نامي. لا لا، الحقيقة هو توضيح، يعني لأن أنا أتصور أنه القرار يعني اللي تفضلت فيه قبل شوي قريته والصادر من لجنة الانضباط يعني يفتقد حقيقة إلى الدقة، لأنه بالنسبة لنا يعني لا يوجد مؤتمر صحفي للاعبين بعد المباراة، يعني المؤتمر الصحفي هو فقط لمدرب الفريق. صحيح. قبل المباراة بيوم يكون في مؤتمر صحفي للمدرب وللأحد اللاعبين، وهذا الشيء اللي حصل قبل مباراة الشباب بحضور يوسف العربي والسيد تمسدول. ولذلك يعني أنا أتصور أن المسألة فيها نوع من الخلط، لأنه اللي حصل انه لم يظهر اللاعبان في الفلاش انترفيو وهي المقابله السريعه اللي بعد المباراه، وهذا الامر غير منصوص عليه في اللائحه، لان احنا رجعنا للائحه وموجود فيها ما يتعلق بالمؤتمر الصحفي ولا يوجد فيها شيء ينص على انه الزام اللاعبين بحضور الفلاش انترفيو. هذا الامر بيسبب اللبس، وبالتالي العقوبه صدرت بناء على نص يتعلق بالمؤتمر الصحفي، وهذا الامر غير صحيح، لانه يعني ما في اي لاعب يحضر مؤتمر صحفي بعد المباراه في كل الانديه السعوديه. لكن على اي حال في القرار استاذ عبد الكريم، القرار الصادر اليوم او مسبباته وحيثيات هذا القرار، قالت لجنه الانضباط ان الماده 17 تقسيم باء من لائحه الاجراءات التنظيميه للعمل الاعلامي تعاقب من يمتنع عن حضور المؤتمرات الصحفية، حيث تنص بأنه في حال عدم التزام المدربين واللاعبين بالحضور للمؤتمرات الصحفية حسب ما تم تعميمه وتحديده مسبقا، وفي حال وقوع المخالفات المذكورة أعلاه أو أي إخلال بالنظام العام، يترتب على ذلك بالنسبة للاعب في المرة الأولى 10,000 ريال. يبدو أن المؤتمرات تدخل في ما يخص الانترفيو، يبدو كذا. لا لا، ما في شيء يبدو، هذه لوائح يجب أن تكون طهامر. إذا متى يعاقب اللاعب؟ متى يعني يعاقب؟ بالنسبة لنا اللاعبين حضروا، اللاعب يوسف العربي حضر المؤتمر اللي قبل المباراة، بعد المباراة لا يوجد هناك يعني لاعب في المؤتمر الصحفي. لا بس ما نعرف الفلاش رجل الله، الفلاش انترفيو يجب أن ينص عليه، يعني أنت لو تدخل على اللائحة، يعني حتى على فكرة لم تبلغ الأندية بأهمية وجود منسق إعلامي مع الفريق ومهام المنسق الإعلامي وتحديد المنسق الإعلامي مع كل فريق. وانا الحقيقه يعني تواصلت مع الزميل احمد صادق دياب يمكن الاسبوع الماضي، وقلت له انه يجب ان يكون يعني في تبليغ للانديه باهميه وجود منسق اعلامي وتحديد اسمائهم، وفي نفس الوقت تحديد مهامهم وادوارهم، وايضا في حال عدم وجود منسق اعلامي ما هي الاشياء اللي
هتكون مترتبه على هذا الامر. وقال يعني انه معك حق باذن الله حيكون فيه ان شاء الله. ف طيب ما صار الشيء هذا اليوم. انا بعد القرار تواصلت مع الاستاذ احمد ومع الاسف يعني ما تجاوب معي يعني ما رد علي. يبدو انه ما كان يعني قريب من التليفون او شيء من هالقبيل. عشان نستفسر عن موضوع اللائحه تنص صراحه على المؤتمر الصحفي. الفلاش انترفيو غير موجود. المؤتمر اللي قبل نعم قبل المباراه. المؤتمر اللي قبل المباراه واللي بعد المباراه لو جت في لاعب قبل المباراه صحيح مدرب ولاعب. فاحنا حريصين جدا الحقيقه على تطبيق اللوائح. لكن في مباراه الشباب يعني لم يتمكن اللاعبين من الادلاء بالمقابله اللي هي الفلاش انترفيو. وهذه ايضا غير منصوص عليها يعني حتى لو تمت تكون تتم بتعاون من النادي وليس بنص اللائحه. بس ابلغتم بهذا بانه اللاعب ماجد المرشدي او محمد نامي ابلغتم من المراقب الاعلامي بحضورهم للانترفيو؟ صحيح يعني صحيح. ما هو للاستديو للانترفيو انهم مطلوبين للفلاش انترفيو المقابله اللي بعد المباراه. نعم. الاشكاليه انه ايضا يعني في 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 مباراه سابقه يعني كان ايضا في نوع من الخلاف على مساله الوقت المخصص للفلاش انترفيو لانه كان في اعتراض من قبل اداره كره القدم في النادي. اللاعب يجب ان يبقى 90 ثانيه فقط اللي هي دقيقه ونص حسب نص اللائحه. صحيح. ولكن الزملاء الله يهديهم والاخوان ما يعني بمسكوا اللاعب يعني جلس ثلاث اربع خمس دقائق بعد المباراه وهذا شيء يتخالف يعني غير طيب. يعني غير نظامي ويتعارض مع اللائحه. صحيح. واللي يفترض انه يكون لانه اللاعب بعد المباراه تعبان وكذا يحتاج ان يذهب الى غرفه الملابس. المدربين بعد دخول غرفه الملابس يكون لهم حديث في بعض الاحيان يكون في تمارين استرجاع داخل الغرفه. ففي اشياء كثيره تتطلب انه اللاعب يرجع فورا بعد المباراه. بس استاذ عبد الكريم هذا الامر مطبق حتى اسيويا وانتم تلتزمون به اسيويا. 90 ثانيه صحيح. 90 ثانيه صحيح. اسيويا اي 90 ثانيه واسيويا جايك صراحه مطلوب منك يعني بشكل صريح منسق اعلامي وعقد المنسق الاعلامي ومسماه واصدار بطاقه خاصه فيه وفي نفس الوقت محدد لك ايش المهام اللي عليك وايش العقوبات اللي ترتب عليك. لكن انت اللائحه اللي قدامك هذه هي لائحه عامه ليس فيها تفاصيل دقيقه. يعني انا حين اتحدث مع يعني حين اقرا اللائحه اشعر انها موجهه للاعلام اكثر منها من كونها موجهه للانديه. لم يذكر فيها اي شيء يخص الانترفيو الفلاش انترفيو بعد المباراه؟ كيف؟ لم يذكر فيها اي شيء يخص الانترفيو؟ صحيح. انا الحين راجعتها كلها على الاقل ليس بشكل مباشر قد يكون بطريقه او باخرى ولكنه موجه يعني كانها اللائحه. يعني الحين اطلعت عليها اليوم راجعتها كثير يعني كانها يعني مساله تنظيميه للتغذيه الاعلاميه للمباريات فقط. طيب. وليست تعليمات ولوائح للانديه انه يجب على النادي ان يلتزم 1 2 3 4 طيب. وان يوفر كذا كذا وفي حال عدم حصول كذا سيحصل كذا. هذا الشيء اللي يعني يكون مباشر ومفهوم لجميع الانديه. بس انت تكشف لنا بهذا عن ان احنا التعليمات اللي واصلتنا من الاخوان في الاعلام والاحصاء أن لابد أن نلتزم بمنطقة محددة. الزملاء المراسلين يلتزمون بمنطقة محددة وأنه لابد من تنسيق مع المنسق الإعلامي للفريق كلها في الملعب. وفي حال لا بس أكمل هذه النقطة وفي حال عدم وصول اللاعب أو عدم تجاوبه مع القناة الناقلة بالتالي ستفرض عليه عقوبات. هذا يعني صحيح. هذا شيء بالعكس الجميع يقره ولكن يجب أن يكون واضح وبشكل يعني صريح. إذن هو ليس واضحا. نعم. على اي حال الان القرار قابل للاستئناف، هل ستستأنفون؟ والله يا رجاء ما ادري. انا حسب معلوماتي انه القرارات اللي اظن من 10,000 وفيها اعتقد انها غير قابله للاستئناف. لكن هذه لا مكتوب يعني مكتوب في القرار انه قابل للاستئناف. مكتوب ثانيا قرار قابل للاستئناف وفق لائحه الاتحاد لائحه الاستئناف بالاتحاد السعودي، على الرغم من انه فعلا يعني المبالغ اللي مثل هذه كان في قرارات سابقه انها غير قابله للاستئناف. هي رجل الله الهدف يعني ليس الاستئناف، المبلغ بحد ذاته يعني ليس قضيه، ولكن المطلوب هو وضوح مثل هذه الامور. صحيح. تستفيد الانديه الاخرى، يعني احنا ما نبغى كل مره يطلع على لاعب من نادي ونادي اخر والنادي الثالث اشكاليات بسبب عدم وضوح. طيب. الاجراءات اللي يفترض ان تتبع. لا صحيح. لان حتى القناه نفسها قناتنا الرياضيه مهتمين بهذه المساله لان في النهايه إذا كانت ما في عقوبات ستخضع بالتالي ليس هناك ما يلزمنا على أن نكون في الممرات وفي مداخل اللاعبين ونلتقي بهم مثل طريقتنا السابقة.
فبالتالي لابد ان ينص على هذا الامر. الجميع الحقيقه هدفهم واحد، صحيح. ان شاء الله تنجح التغطيه الاعلاميه وتنجح المسابقه بحد ذاتها ان شاء الله، ان شاء الله يساهم فيها. شكرا لك سعد الكريم الجاسر مدير المركز الاعلامي بنادي الهلال، متحدثا مستغربا العقوبة التي أقرت على ماجد المرشدي ومحمد رامي، ومشيرا إلى أن هذا الأمر لم يصل إلى نادي الهلال أو للأندية الأخرى فيما يبدو في اللائحة، فقط لم ينص على هذه المسألة تحديدا أو على التنسيق مع أي مراقب أو تحديد منسق إعلامي لهذه المسألة. هذا يفتح سؤالا عريضا ويطرحه على طاولة الإعلام والإحصاء التي كثيرا تحدثنا عن أننا سنلتزم بكل تعليماتها، لكن ما الفائدة أن تكون التعليمات للإعلام ولا تكون للأندية؟ يجب أن يكون الأمر واضحا. نحن نرحب بأي حديث من الأستاذ أحمد صادق دياب، وهو للأمانة يقدم مجهود كبير ونعتز بجهوده كثيرا. على أي حال سأذهب إلى فاصل، بعده نعود لمواصلة الحديث. أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج الملعب، والحديث مع ضيفي الكريمين عبر الأقمار الصناعية من جدة سامي القرشي، ومعي في الرياض مسلي المعمر. والحديث كان قبل الفاصل عن العقوبات التي فرضت اليوم. الاعتراض كان من مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال على العقوبة الموجهة ضد ماجد المرشدي ومحمد رامي. كشف للمرة الأولى مدير المركز الإعلامي أن التعليمات التي وصلت واللائحة المنظمة لهذا الأمر لم يوضح فيها صراحة ما يخص الانترفيو والمقابلات الأولية المباشرة بعد المباراة، ولم يوضح أيضا وجود أو أهمية وجود منسق إعلامي كما هو حال الاتحاد الآسيوي، وأيضا عقوبات قد تطال اللاعبين في حال عدم تجاوبهم. قال أن الأمر جاء معمما فيما يسمى بالمؤتمرات الصحفية، وهو فعلا ما ظهر في الخطاب الذي صدر عن لجنة الانضباط، أن العقوبة فرضت على هذا الثنائي الهلالي لأنه لم يتجاوب مع المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة. يبقى التفسير للجنة الإعلام والإحصاء إن أرادت أن توضح هذه المسألة، لأننا أيضا نطرح سؤالا عريضا، هل فعلا هذه التنظيمات قصد منها الإعلام فقط وترك الأمر الذي يخص الأندية، وفي حال عدم الالتزام كيف هي الأمور؟ هذا الأمر يبقى مطروحا على الطاولة حتى الإجابة من الرجل النبيل أحمد صادق دياب. على أي حال في جانب آخر إذا كان لك تعليق مسلي في هذه النقطة قلت لي الحقيقة أنك ستعلق. الزميل عبد الكريم وضع الكرة في ملعب هيئة دوري المحترفين وليس لجنة سريعا إذا ممكن ليس لجنة الإعلام والإحصاء. أعتقد أن إذا لم تكن التعليمات واضحة، إذا كان أو اللائحة لم تكن واضحة تلزم الأندية واللاعبين بالحديث بعد المباريات، هذه مسؤولية هيئة دوري المحترفين ونحتاج إلى التوضيح من هيئة دوري المحترفين. طيب سامي القرشي تعليق سريع في هذه المسألة. لا والله بس في استفسار حقيقه كان ودي انه الزميل عبد الكريم يسال عنه، لانه هو يقول في من ضمن كلامه انه الفلاش انترفيو مدته تقريبا 90 ثانيه وفق ما تنص عليها اللوائح. صحيح. وفي الجزء الثاني يقول انها مجرد تعاون من الانديه، ولا الانديه غير ملزمه انه اللعيبه حقتها يخرجون في الفلاش انترفيو. فكيف يكون في لائحه 90 ثانيه واللعيبه غير ملزمين يعني حبيه من قبل النادي يروحوا للانتر؟ لا هو قال انا هذه ما فهمتها حقيقه. لا قال ان اللائحه لا تنص على عقوبات تفرض او تحديد منسق اعلامي، يعني هي ونصت على الوقت المحدد ونصت على ان هذا الامر سيكون في المكان المعين، لكن لم تنص على عقوبات وهذا مصدر الاعتراض، او على تحديد منسق معين لهذه المساله. اكتفي بهذا التعليق. إذا في تعليمات تلزم اللاعبين فهذه تعتبر مخالفة للتعليمات. إذا كان في تعليمات بإلزام اللاعبين بالمؤتمرات أو باللقاءات الصحفية بعد المباراة، بس يفترض أن تكون واضحة وصريحة. العقوبات توضع في اللوائح حتى وإن كان في حال تغيب عن هذه النقطة، أو لأن الميكس زون بعد المباراة اللاعب إذا ما تجاوب أعتقد لا تفرض عليه عقوبات، لأن في النهاية تبقى اجتهاد للقنوات. منطقة أخرى من المفترض على أي حال. هذا في ما يخص لجنة الإعلام والإحصاء، وأعتقد أنها قادرة على الرد أو إيضاح هذه الصورة تحديدا لضمان عدم اللبس فيها، إن كان من قبلنا كقناة ناقلة أو من قبل نادي الهلال أو من قبل كل الأندية، لأن المسألة في النهاية لا تعني الهلال فقط، تعني كل الأندية واللاعبين. في العودة مرة أخرى للتدريبات الشبابية، الحديث الشبابية أيضا التي تسبق مباراة القادسية، نتابع ماذا يقول الشبابيون قبل هذه المباراة.
اذا ما تفضلت اخوي عبد الله، تعرف لما تطلع في بعد مباراه قويه يعني مو استهدان في فريق القادسيه، لا بالعكس، يعني تكون اللعيبه والجهاز الفني والجهاز الاداري، لكن لا ان تونا الحين بدات الخطوه، ان شاء الله ما عندنا التفكير هذا، ان شاء الله ان يعني التفكير هذا نشيله من اذهاننا باذن الله. ان شاء الله اي مباراه نخشها في الدوري راح تكون مباراه نهائيه، راح تكون مباراه قويه باذن الله. Espero que para esse jogo nós consigamos melhorar o nosso nível de jogo para a gente conseguir mais uma vitória. أول شيء تجربة الموسم الماضي مع فريق القادسية، المباراة يمكن مباراة لعبنا مباراة وتعادلنا فيها واحد واحد، يمكن المباراة ضيعنا فيها أهداف كثيرة، يمكن جاتنا فرص، خلقنا فرص للتسجيل وضاعت، ما تم ترجمة الفرص وضيعنا حوالي 5 فرص وما تمكنا من الفوز. المباراة انتهت بالتعادل وأعطينا فرصة للفريق الهلال أنه يوسع الفارق من ناحية النقاط وكان تصدر الهلال. أتمنى بأن المباراة هذه يعني تكون مباراة إن شاء الله نحصد فيها النقاط ونفوز فيها، لأن حتى الجهاز الفني حتى على اللاعبين باحترام الفريق الخصم واحترام كل الأندية، ودائما يعني نلعب مباراة. أتمنى بأن المباراة هذه يكون أداءنا أحسن وتكون النتيجة إن شاء الله إيجابية. نسير agora durante a semana para a gente chegar na quinta-feira e tentar conseguir mais 3 pontos. اعتقد بان نفس التحضير، تحضير المباراه اللي كان للهلال، نفس التحضير ونفس التركيز على مباراه القادسيه واحترام فريق القادسيه، لان فريق القادسيه برضه له كلمته، له يعني فريق جيد، ونحضر المباراه هذه ككل المباريات، ونتمنى الفوز في المباراه هذه عشان نواصل المسوار ونواصل النتائج الايجابيه. J'espère, Inch'Allah, Dieu va exaucer nos voeux et on va finir comme ça. أول شيء نحترم كثير فريق القادسية. أنا يعني ما أجهل أشياء كثيرة على فريق القادسية، ما أعرف فريق القادسية، ولكن بالنسبة لنا فريق القادسية تحضيرات المباراة كانت جيدة، ونفس التحضيرات اللي كانت للمباراة الهلال. الفريق اللي يبغى يفوز بالدوري واللي يبغى يحصد البطولة السنة هذه، كل مباراة تعتبر كل مباراة صعبة، الفوز يعني مطلب في كل مباراة، واتمنى تحقيق الفوز. والاجواء الحمد لله الاجواء جيدة والنفسيات جيدة، اللاعبين كلهم متحمسين ان شاء الله، ونتمنى حصد 3 نقاط وفوز الفوز على فريق القادسية، ونواصل مشوار الصدارة ان شاء الله. كل شيء ما في مباراة سهلة في دوري زين، خاصة في السنة هذه كل الفرق مستعدة كويس، يعني الدوري ما في له فريق كبير وصغير، واستعدينا ان شاء الله احسن استعداد للقادسيه، ان شاء الله باذن الله الخميس نكون في امان ان شاء الله، وربي حيوفقنا باذن الله. ايضا هذه الحديث الشبابيه، اذكر ان مصادر الملعب قالت اليوم ان اللاعب خالد عزيز تغيب على التدريبات التي جرت في نادي الشباب ولم يحضر، او انه حضر متاخرا لم يحضر. وفقا للمصادر الخاصه التي وردتنا، خالد عزيز تغيب عن تدريبات الشباب، وهو اللاعب الذي كان قد انتقل من الهلال للشباب. أعود لك مسلي المعمر، الفيصلي والنصر مواجهة صعبة للنصر في ظل فوز الفيصلي ومستوياته الكبيرة، أم أن النصر يستطيع أن يعيد ترتيب أوراقه رغم خسارته أمام الأهلي؟ الانتصار العريض الفيصلي أمام الرائد يعني يعزز حظوظه في الحضور بالتميز غدا أمام النصر. النصر ما لازال يبحث عن هويته الفنية. أنا أتفق مع عنتر يحيى في تصريحه عندما يعني اعترف أن المستوى الفريق غير مرضي له كلاعب، فما بالك بالجمهور. لكني أعتقد النصر يحتاج إلى يعني ممكن من الجولة السادسة أو السابعة قد يعني يتحسن مستواه ويفتقد الانسجام. الانسجام ربما اللاعبين لم يستوعبوا خطة المدرب أو تكتيك المدرب أو فلسفة المدرب، فيحتاجون إلى مباريات أكثر. طيب سامي القرشي في جدة، الشباب أمام القادسية، الشباب يتطلع للوصول إلى النقطة 9 ليطارد الاتفاق في الصدارة. القادسية هل سيكون يعني صيدا سهلا للشبابيين؟ والله الحقيقة يمكن نادي الاتفاق البارح بفوز على الاتحاد
وضع الأهلي والشباب تحت الضغط والضغط الشديد أمانة. الشباب مطالب أنه يجمع الكريدت اللي هي 9 نقاط من 9 نقاط، وأنا أعتقد أن المباراة في متناول الشبابين ما لم، وهذا أحطها بين قوسين، ما لم يقدم القادسية مباراة استثنائية. كي يتعثر الشباب يجب على القادسية أن يقدم أفضل ما لديه على الإطلاق. على أي حال سنعود للقاءات الدوري زين يوم غد، لكن قبل ذلك التعاونيون كانوا قد تحدثوا في اليومين الماضيين حول تأخر مستحقات النادي أو عدم وجودها، كنا قد تابعنا هذا الأمر. أرحب عبر الهاتف بالأستاذ أحمد أبو الخيل وهو عضو المكتب التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف بنادي التعاون. مساء الخير أو صباح الخير، أهلا وسهلا. يا مرحبا، حياك الله أستاذ رجاء. يا هلا أستاذ أحمد. يا هلا، حياك الله. أولا أعتقد أن لك حديث في هذه المسألة أو تريد أن تعلق حول هذا الأمر، وأنت طلبت هذه المسألة، تفضل. والله يا أستاذ رجاء أنا بس حاب أستفسر وتسأل عن مستحقات النادي لدى هيئتهم دور المحترفين، مستحقات الصعود المتبقية من صعود النادي قبل موسمين، أيضا مكافأة الفوز هي قرابة 900,000 ريال صرفت جميع أندية المملكة، الأربعة 13 نادي ما عدا نادي التعاون فقط هو الوحيد لم يصله المستحقات التي لدى هذول المحترفين. فأنا صراحة في احتقان جماهيري كبير جدا وتساؤل كبير، لماذا استثناء نادي التعاون فقط؟ طيب. من من يعني من من بدء الأندية، جميع الأندية اللي تلعب في دوري زين. هل تم الاستفسار رسميا في هذه المسألة؟ كيف؟ استفسرتم رسميا؟ يعني ما في جواب، استفدنا وما لا في جواب، يعني تكلمنا مع شركة صلة عن طريق رئيس النادي الأستاذ المهندس محمد السراح، وافادوه شركة صلة أنهم المبلغ جاهز، فلم يأتيهم يعني تفويض بصرف مستحقات نادي التعاون. فهي الموضوع نحتاج توضيح، يمكن أكثر واحد يقدر يوضح الأمر هذا الأستاذ محمد أنويس رئيس اللجنة يعني هيئة إدارة المحترفين، هو اللي يقدر يوضح الشيء هذا، لماذا فقط نادي التعاون اللي ما زال من لن تستثمر مستحقاته. رئيس النادي جماهيري كبير، يعني الناس قاعده تفكر. استاذ احمد تفضل. رئيس النادي بعث بخطاب لهيئه دوري المحترفين، لمدير هيئه دوري المحترفين. رئيس النادي انا على حد علمي، على فكره انا تراني انا دخلت معكم ورئيس النادي لم اخذ منه اي تفصيلات كثيره، لكن انا استغرب انه شخصيا انا كعضو شرف نادي التعاون، احنا نشوف جهازنا الفريق وان رئيس النادي تعب وجهاز الفريق يعني الموسم هذا المعترك الدوري، فمن الطبيعي جدا ان رئيس النادي راح يتساءل. اتوقع أنه لا راح يتساءل ولا تساءل، في فرق بينها يا استاذ. انا اؤكد لك انه تساءل ولم يجد الجواب الكافي. يعني ايش كان الجواب؟ الجواب يعني كشركه سيل يقولون احنا منتظرين فقط توجيه من الاستاذ محمد النويسر. انا الان اتساءل ايضا. طيب الاستاذ محمد النويسر ما رد عليكم؟ لا انا شخصيا انا اتكلم بخصوص شركه صله، هم اللي افادونا انه منتظرين توجيه، المبلغ موجود بس المفروض انتم مخاطبتكم مع هيئه دوري المحترفين. انا على حد علمي انه هيئه دوري المحترفين انهم مبقين المبلغ على اعتبار انه يقول فيه مستحقات العقوبات. العقوبات فالعقوبات هي على حد علمي 300,000 ريال حتى نادي الوحده لم يسدد المبلغ هذا، ومع ذلك اعتقد نادي الوحده من ضمن الانديه. بس استاذ احمد، اذا في عقوبات فمن حقهم انهم اولا تحسم هذه العقوبات ولا لا؟ العقوبات فلنفترض انه من حقهم، فالعقوبات هي 300,000 ريال والمستحقات 900,000 ريال. طيب اذا يبقى السؤال مطروحا. شكرا لك استاذ احمد ابو الخيل عضو المكتب التنفيذي لهيئه اعضاء الشرف بنادي التعاون، مستغربا تاخر حقوق نادي التعاون، حقوق مكافأة الصعود، هذا قبل موسمين فقط. أذهب إلى جوانب أخرى أيضا، متابعة ومواكبة آخر التدريبات. الفريق القدساوي يحاول أن يعيد الصورة الجيدة له في أيامه القادمة، التدريبات الأخيرة من خلال كاميرا الملعب ظهرت بهذه الطريقة وبهذا التحفز القدساوي. قبيل مواجهة الشباب القدساويون تحدثوا، نتابع ماذا قالوا.
الجاهزية مثل ما شفتوا في التمرين الحمد لله نحضر في المباراة على أكمل وجه إن شاء الله وندرس كيفية لعب الشباب وإن شاء الله نكون في أحسن حالاتنا إن شاء الله يوم الخميس. يعني استعدادنا إن شاء الله يعني زي استعداد أي مباراة. دي ثالث مباراة في الدوري، خسرنا مباراة وفزنا في مباراة، يعني الحمد لله مباراة الأنصار كانت مهمة ثلاث نقاط، ومباراتنا ضد الشباب يعني إن شاء الله بنحاول نكسب الثلاث نقاط بإذن الله يا رب. والله الحمد لله رب العالمين، زي ما أنت شايف استعداد جيد صراحة، مباراة يعني قوية مع فريق الشباب، فريق قوي، يعني إن شاء الله نتمنى أن نحصل على نتيجة إيجابية إن شاء الله، نفكر في الفوز وإن شاء الله ربي يوفقنا. الشباب فريق كبير والكل يدري أن الشباب السعودي فريق كبير، بس ان شاء الله الشباب يعني في التمارين شادين حيلهم ومركزين ويبون المباراه ان شاء الله، ما راح تكون مباراه سهله على نادي الشباب السعودي. اذا حديث للقدساويين فقط، الحقيقه للخبر الذي كنا قد قلنا انه من مصادرنا الخاصه تدريبات الشباب لم تشهد حضور خالد عزيز، وفقا لمدير المركز الاعلامي قبل قليل قال ان خالد عزيز كان قد تواجد في صاله الحديد وانه غادر باذن من مدير الفريق الكابتن عبد العزيز الخالد. للإيضاح فقط نذكر هذه المعلومة. في جانب آخر، اليوم صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير نواب بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب بتشكيل لجنة عليا برئاسة رجل الأعمال صالح عبد الله كامل لدراسة شؤون نادي الوحدة بمكة المكرمة. وجاء في القرار أنه بعد تعرقل الجهود التي بذلت من أجل إيجاد حلول لمشاكل النادي الإدارية والمالية والقانونية وفشل محاولات تقريب وجهات النظر بين منسوب النادي خلال الفترة السابقة، وفوض القرار اللجنة المشكلة من أو المكونة من عضوية الدكتور أسامة فضل البار ومحمد أحمد طيب والدكتور إبراهيم يوسف شكدار وعلوي محمد سعيد كامل الإشراف على جميع أعمال النادي ودراسة أوضاعه وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها اعتبارا من تاريخه، وأيضا إضافة لمهام أخرى للجنة ومنها دراسة أوضاع مجلس أعضاء الشرف ومكتبه التنفيذي ومجلس إدارة النادي ولجانه إلى جانب الوضع الإداري والمالي وأي أعمال أخرى، ومنحت اللجنة تفويضا مطلقا بالاستعانة بمن تراه مناسبا في هذا الأمر. مسلي إذا كان لك تعليق سريع في هذا الأمر. جميل جدا أن تتابع رئاسة عملة الشباب الأندية وأوضاعها، لكن كنت أتمنى أن يكون تضم عضوية هذه اللجنة بعض المسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لأن الأندية لا زالت يعني في ملاك الدولة، فالأندية ليست ملك لأعضاء الشرف أو حتى للجماهير، الأندية لا تزال في. هل يعني هذا إلغاء الانتخابات الوحدوية سريعا؟ لا أعتقد أن انتخابات أعضاء الشرف، لا أعتقد أن فيها إيحاء لأن الشيخ صالح كامل سيكون رئيس الهيئة. على أي حال هذا فيما يخص الوحدة. أذكر فقط أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز كان قد كون لجنة في العام الماضي لدراسة كثير من الأوضاع الخاصة بتطوير نادي الوحدة ووضعه في مصاف الأندية المتميزة. القرار كان قد أو اللجنة كانت قد شكلت من عدة جهات مساندة للارتقاء بكل ما يخص نادي الوحدة. فقط أذكر هذا الأمر، هذه لجنة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب اليوم يصدر فيها هذا القرار. في جانب آخر وفي التدريبات الأخرى التي جرت اليوم، تدريبات نادي الرائد الذي يستعد لمواجهة منتظرة، كانت التدريبات بهذا الشكل وبهذه المتابعة من كاميرا الملعب. الرائد كانت هذه تدريباته قبيل مواجهة الفتح، مدير الفريق تحدث للملعب، نتابع ماذا قال. بالبداية دعني أعتذر باسمي وباسم اللاعبين وباسم الجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة لجماهير الحقيقة حضرت وآزرت، وهذا ما هم مستغرب عليهم. كنا نتمنى أن نسعدهم بأول ثلاث نقاط في ثاني مباراة بدوري زين. والله يعني بالنسبة لدخول مباراة الفتح هذا شيء راجع للجهاز الطبي والجهاز الفني، تأكد أنه ديبا لاعب مهم جدا، ولكن لن نغامر بديبا إذا لم يكن جاهز 100%. ربما نخسر ديبا مبارتين أو ثلاث، ولكن الشيء اللي ما أتمنى أني أخسره يعني أكثر من خمسة أو ست مباريات.
الرائد إذن يستعد لمواجهة الفتح. الرائد كان قد خسر بنتيجة قاسية في مباراته الماضية أمام الفيصلي، لكنه يستعد لمواجهة الفتح الذي أيضا لم يلعب في الجولة الماضية باعتبار أن مباراة أمام الاتحاد كانت مؤجلة. الفتح كانت تدريباته الأخيرة قد رصدت من كاميرا الملعب، نتابع. سامي القرشي في جدة، الرائد هل سيتأثر بالرباعية التي تلقاها من الفيصلي؟ الحقيقة الرائد يمكن هذا السنة هو لغز الحقيقة بحد ذاته، من أفضل الأندية اللي استقطبت لاعبين وأخذت انتدابات كثيرة الحقيقة. وكنا نتوقع، أنا من الناس اللي كنت أتوقع حقيقة أن الرائد يبدأ بداية قوية يمكن أفضل من بدايته العام الماضي. نعم، ولكن تعرض لخسارة قد تكون الخسارة من نادي النصر يعني مقبولة بحكم هيبة البداية، وإن كان النصر كان في متناول الرائد في وقتها، إلا أنك يعني الرائد ممكن يقبل الخسائر من الفرق الكبيرة، لكن أن تقبل الخسائر من المنافسين المباشرين ربما على دخول دوري الأبطال أو على الهبوط لا أعلم، إحنا الآن في الجولة الثانية، فلا يجب على نادي الرائد أنه يقبل الخسارة من أي فريق. هذه منعطف مهم في في في, نعم. في مسيرة الرائد. نعم. الرائد في خلال الفترة الجاية أمانة. الفتح هل يتأثر بهذا التأجيل الذي حدث له في الجولة الثانية؟ قد يتأثر، لكن النتائج الآن مفاجئة. الرائد قدم مستوى مميز أمام النصر ثم خسر بنتيجة كبيرة. صحيح. أمام الفيصلي، لذا إلى الآن بعض النتائج غير متوقعة. نعم. في الملعب يوتيوب أحد عشاق الأزرق كان قد قدم لنا هذه أو هذا الإهداء استعدادا للفريق الأزرق، نتابع. أؤكد لكم إن شاء الله أنه إحنا شغلنا الشاغل أن إحنا نبذل كل ما نستطيع لإسعادكم. الموسم القادم سنسعى بكل المقاييس أنه يكون الموسم القادم واللي بعده إن شاء الله، أنه ومن الآن قاعدين نشتغل أو من قبل شهر وإحنا قاعدين نشتغل أنه يكون الموسم القادم على قدر تطلعاتنا. إذن هذا الإهداء من أحد محبي الأزرق يبدو أنه يفتح نافذة لجماهير ولعشاق الهلال، على الرغم من الخسارة التي تلقاها الهلال مبكرا أمام الشباب. يبدو أنه يثق كثيرا في فريقه وفي قدرات هذا الفريق أن يذهب بعيدا هذا الموسم. لم يعد أمامي إلا أن أشكر ضيفي الكريمين، شكرا جزيلا لك سامي القرشي من جدة، سعدت بتواجدك معي ضيفا في هذا البرنامج. أشكرك أخوي رجا، وأشكر زميلي العزيز مسلي آل معمر، وأشكر مشاهدين القناة السعودية الرياضية.
شكرا لك مسلم المعمر، ايضا شكرا لتواجدك، شكرا حتى على اختلافك مع اسامي القرشي. شكرا للجميع، والاختلاف شيء ايجابي، يبقى الود بينكما اكيد. على اي حال شكرا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه اجمل تحيه من عايد القحطاني مدير التحرير لبرنامج الملعب اليوم، ايضا الزملاء محمد الشهراني، فهد الغامدي، فيصل العصيمي، وسعيد العمري، فيصل الخمعلي مخرج هذا البرنامج. اتمنى لكم امنيات طيبه ان شاء الله، واسبوعا ناجحا في الاجازه ان شاء الله، واحتفاء بيوم وطني ان شاء الله مميزا كما يتميز هذا الوطن. شكرا أيضا من رئيس التحرير لبرنامج الملعب غانم القحطاني، هذه أجمل تحية. ألقاكم يوم غد مع جولة جديدة من برامجنا، وأيضا مع مزيد من الإثارة في رياضتنا المحلية. إلى اللقاء.